أنواع الجملة حسب أغراضها. الجزء الأول: لقد تأخرت الحافلة، لقد مللت. فعلاً، وأنا أيضاً. ها؟ ما رأيك أن أعرض عليك بعضاً مما معي في هذه الحقيبة حتى يمر الوقت؟ لا بأس، لكن من الأفضل أن يكون شيئاً مثيراً للاهتمام. أنا مندوب المبيعات، وأنا أبيع أدوات وأسماء وحروفاً وأفعالاً باللغة العربية. سأعرض عليك أنواع الجمل حسب أغراضها. أولاً، الجمل الخبرية، وهي الجمل التي تحمل لك خبراً ما. مثلاً، السماء تمطر. هذه جملة خبرية، لأنني أخبرتك الآن أنها تمطر، لكنها لا تمطر في الحقيقة. بالضبط، وهذا يعني أن الجملة الخبرية تحتمل الصواب والخطأ. قد تكون السماء تمطر بالفعل وقد لا تمطر، أنا أخبرتك فقط. جميل. هناك الأجمل، إنها أيضاً تأتي مثبتة أو منفية، فيمكن أن تقول الشمس حارقة اليوم أو الشمس ليست حارقة اليوم. هذا رائع، سأشتريها. أها، ستكون الفائز إذن بعرض اليوم. لو اشتريتها ستأخذ معها الجملة الإنشائية بنصف الثمن، ما رأيك؟ لكني لا أعرف ما هي الجملة الإنشائية. سأخبرك عن الجمل الإنشائية، لا تقاطعني من فضلك. لم أتكلم. أحب دوما فعل هذا. لا تقاطعني جملة ليست فيها أخبار ولا يمكن أن تكون صواباً أو خطأ، فهي جملة إنشائية وقد أفادت النهي، فأنا نهيتك عن مقاطعتي. جيد، اسمع هذه الجملة. ماذا؟ لا أصدق، لقد فعلتها فيك مرة أخرى. اسمع هذه الجملة، هي مثال آخر على الجمل الإنشائية، لأنها لا تحمل لك خبراً ولا يمكن أن تكون صواباً أو خطأً وقد أفادت الأمر. هل فهمت الآن؟ هذه جملة إنشائية لأنها لا تحمل خبراً وقد أفادت السؤال. لقد عرفت الآن الفرق بين الجملة الإنشائية والخبرية. نعم، لهذا لن أشتري أياً منهما. لكني لم أخبرك بكل أغراض الجمل الإنشائية بعد. يا صديقي، بالمناسبة هذا نداء وهو أيضا جملة إنشائية. الوداع. الجملة الخبرية سميت بهذا الاسم لأنها تحمل خبراً يفيد السامع، يمكن الحكم عليها بالصدق أو الكذب، أي قد تكون صحيحة أو غير صحيحة، قد تكون مثبتة وقد تكون منفية. الحافلة مرت من هنا، الامتحان سهل، لم تمر الحافلة من هنا. الجملة الإنشائية لا تفيد السامع أي خبر، لا تحتمل صدقاً أو كذباً، لها أغراض كثيرة، منها الاستفهام والنهي والنداء والأمر وغيرها. هل السماء تمطر؟ تفيد الاستفهام. لا تأكل قبل النوم؟ تفيد النهي. يا خالد، خذ القلم؟ تفيد النداء والأمر.